السلام عليكم، مرحبا بالجميع في قناة سامية إيطاليا. لتعليم دروس وخطط السياقة الإيطالية، درس اليوم إن شاء الله وفيديو اليوم سيكون عن يعني تطبيق على السيان أورينتالي، يعني على او الرسومات التي تكون موجوده على الطريق، انه التطبيق ديال ان شاء الله ديال السينيال اوريزونتالي. يعني الفيديو اللي كان قبل كان على الدرس ديال السينيال اوريزونتالي، واليوم ان شاء الله غادي نديرو التطبيق. فان شاء الله نتمنى الى عجبتكم القناه ديالي انكم تنضموا وديروا لايك وتضغطوا على الجرس حتى يعني توصلكم الجديد ديال القناه ان شاء الله. والسؤال الاول، لا دوبيا ستريتشا كونتينوا، يعني لا دوبيا ستريتشا هما جوج الخطوط المتصلين. ان فيغورا بيرميتي سو باسو، يعني يسمح بالتجاوز. سي كونسنتيتو سينسا سو بيرارلا، يعني هاد لا دوبيا ستريتشا كتسمح بالتجاوز الا تسمح بالتجاوز الا يعني ما تسمح بالتجاوز ولكن بدون تجاوزها، يعني تسمح بالتجاوز بدون ما تفوت هاد الخطوط المتصله. مثلا كانت عندك واحد البيكالا هنايا، يعني تقدر تجاوزها ولكن ما غاديش تخرج على هاد لا ستريتشا. في هاد الحاله تيكون مسموح التجاوز، اذا هنا الاجابه غادي تكون صحيحه. السؤال الثاني، ان بريزنسا دي لي زولا ترافيكو، هذه هي لي زولا ترافيكو تيكون الشكل ديالها بحال هكا، من هي جزيره القطع اللي كتكون مرسومه على الطريق. رابريزنتا ان فيغورا الفيكولو سي، اللي هو هذا ديفي زولتاري اديستا، يعني كتوجب عليه انه يصادر الجهة اليمين، وهذا صحيح. ملي كتكون عندنا جزيرة القطع كما شفنا في الدرس، يعني سي كتوجب عليه يصادر الجهة اليمين، بي ديفي زولتاري اديستا عنكي لوي، و أ ديفي انداري دريتو، إذا فيرو. لا دوماندا تري، إيرغو المنتاري trovare sulla pavimentazione una scritta pubblicitaria che indica un distributore di carburante، يعني واش هو من المعتاد يعني تلقى على ارضيه ديال الطريق واحد الكتابه اعلاميه اللي كتقول لنا ان كاين واحد يعني واحد ديال الكربورانت، يعني واحد المحطه ديال الوقود. نو فالسو، ما كنلقاوش هاد لي سكريتي سولا بافيمنتاسيوني، ما كنلقاوش يعني فوق هاد لاسترادا ان مكتوبه كاين عندنا واحد ديستربوتور ديال كاربورانتي، هذا فالسو. دوماندا كواتو، لي ستريتشي دي غويدا ان فيغورا، هاد لي ستريتشي دي غويدا ان فيغورا، هاد الخطوط كيتسماو لي ستريتشي دي غويدا. سيرفونو اديفيتواري، يعني هما الهدف منهم لا زفولتا ان مودو كوريتو، يعني كي الهدف منهم انهم كيدو لينا يعني باش نستادو بواحد الطريقه اللي هي الصحيحه. سينسا بريندير كونتو مانو لا سترادا دي سينيستر، يعني هاد الهدف من هاد لي ستريتشي دو غويدا اننا نديو لا زفولتا بلا يعني بلا ما نشدو يعني الطريق المعاكسه، وهذا صحيح، هذا هو الهدف منهم. La domanda 5. È possibile cambiare corsia finché le strisce sono ancora discontinue o tratteggiate? يعني مسموح بتغيير المسار مادام ان هذوك لي ستريتشي مازال متقطعين، بحال هاد الحاله يعني مازال ما عندناش خط متصل، مازال ما قربناش لينكوتشو، يلا غادي نقربو، باقي عندنا خطوط متقطعه. حيت ديسكونتينيو ولا تراتيجاتي يعني كتعني خط متقطع، هي سي لا ميم شوز، يعني نفس الشيء. الا شتو لا سي تراتيجاتي عفوا او لا ديسكونتينيو هي يعني متقطعه غير متصله، يعني ملي كنلقاو هاد الخطوط هذا ممكن اننا نغيو يعني نبدلو لا كورسيا المسار اللي حنا باغيين نمشيو ليه، فاذا فيرو. È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta taxi di colore bianco nei parcheggi di per taxi. واش من المعتاد يعني نلقاو على الارضيه واحد الكتابه ديال الطاكسي اللي كتكون يعني دي كولور بيانكو، خط ابيض يعني مكتوبه بالابيض عفوا، نيباركيجي دي بير تاكسي، يعني بالنسبه للمكان ديال
الباكيجو ديال الطاكسيات خطأ، حنا كنلقاو الكتابة طاكسي ولكن كتكون باللون الأصفر وليس باللون الأبيض. أوكي، إذا فالسو. La domanda 7. La segnaletica in figura indica un attraversamento per pedoni. يعني هاد الصورة اللي كنشوفو هي كتقول لنا واحد اترافيرسامينتو بير بيدوني، وهذا صحيح. نعم فيرو. La domanda 8. Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, يعني بالنسبة لهاد العربة اللي غادا في الاتجاه ديال السهم، la striscia discontinua، هاد الخط اللي متقطع، in figura، يعني اللي قريب لهاد السيارة، consenti di effettuare un sorpasso anche superando tutte le due strisce. يعني ملي كتكون السيارة كيما قريبة في الطاسك غادا في واحد الاتجاه، كنشوفو الخط اللي قريب لينا واش هو متصل أو لا متقطع. إلا كان متقطع تيكون عندنا الحق يعني نتجاوزو، كان متصل ما تيكونش عندنا الحق. فهاد الحالة هذه السيارة السوداء حداها يعني القرب منها خط متقطع، فيعني كيكون مسموح ليها التجاوز واخا تجاوز حتى هاد الخط اللي هذا متصل، يعني تجاوز لدوي ليني تجاوز هاد الخطوط بجوج بهم. فإذا فيرو. Domanda numero 9. Il veicolo in figura può effettuare un sorpasso anche superando la striscia continua centrale. يعني هاد العربة هذه ممكن دير التجاوز و يعني تجاوز وتفوت هاد الخط المتصل يعني في الوسط. نو فالسو، ما تقدرش، لان هاد العربه هادي غتشوف اللي اش من خط حداها، حداها خط اللي هو متصل، اذا لا يسمح لها بالتجاوز. ملي كنلقاو خط متصل بحال هكا، يعني حنا قربنا يعني الدوسو او لا لينكوتشو او لا قربنا الباساجو على فيلو، ويعني في هذه الحاله هذه ممنوع التجاوز. اذا فالسو. 10. In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo B deve svoltare a destra. No, non devi. ملي كنكون عندنا هاد الرسم هادي هاد الشكل هذا، هادي ماشي هنا، ماشي واحد الجزيرة ديال القطع، ماشي ايزولا ديال الترافيكو، يعني بي ممكن يتفولتي ا ديسترا وممكن يتفولتي ا سينيسترا، ماشي نون ديفي، ماشي تتوجب عليه بحال كانت عندنا ايزولا ديال الترافيكو انه يتفولتي ا ديسترا. نون ديفي، اذا فالسو. هادي هي ليزولا ديال الترافيكو. L'isola di traffico in figura indica una parte della carreggiata sulla quale si può stare solo per 30 minuti. قالوا لنا هاد الجزيرة ديال القطع اللي موجودة عندنا في الشكل هي كتبين لنا واحد المقطع من الكارجاتا من الطريق اللي يمكن من فوقها يعني نتوقفوا عليها مدة 30 دقيقة. خطأ، ممنوع. ملي كتكون عندنا ليزولا دي ترافيكو ممنوع يعني المرور فوقها أو التوقف عليها، يعني ما يمكنش توقفوا عليها ولا المرة من فوقها. فإذا هذا فالسو. Domanda 12. La doppia striscia continua in figura indica il punto in cui i conducenti si devono arrestare per la presenza del segnale stop. Questo è falso. In una doppia striscia centrale che costringe dividi i sensi di marcia وماشي يعني هذيك لا لينيا ترافيرسال اللي كنلقاو عند ستوب. نو فالسو. 13. L'isola di traffico in figura indica un tratto di strada vietato al transito e alla sosta del veicolo dei veicoli. هذا السؤال هذا كيجاوب على السؤال اللي كان قبل، يعني اللي كان قالنا واش ممكن توقف 30 دقيقة. هنايا كيقولنا بأن ليزولا دي ترافيكو يعني هي ممنوع المرور عليها او التوقف عليها. فاذا فيرو. 14. Il bordo del marciapiede dipinto come in figura، يعني dipinto هو يعني مصبوغ او مرسوم، البوردو ديال المارشابيدي يعني الجانب ديال المارشابيدي كومي ان فيغورا كما في الشكل، انديكا يوضح كي لا سوستا بان الوقوف اي كونسنتيتو
solo a pagamento. Non possiamo fare la sosta, però paghiamo. Questo è falso. No, c'è diritto di sosta per tutti, anche per i taxi e per bus. Allora falso. 15. La segnaletica in figura obbliga il conducente a fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare. La segnaletica obbliga tujib السائقين على التوقف وإعطاء دار البريسيدنس إعطاء حق الأولوية للراجلين لأنهم باغين، يعني كيبينوا لأنهم باغين يقطعوا الطريق، يعني في هذه الحالة إجابة صحيحة فيرو. سيديتشي لا ستريتش أزيكزاك، هذه هي اللي أزيكزاك ديلا سينياليتيكا إن فيغورا اللي عندنا في هذه العلامة في هذا الشكل هذا. سيرفي الهدف منها سيرفي على الاوتوبوس، يعني بالنسبه هي للاوتوبوس كيستافدوا منها للاوتوبوس. بي فاتشيليتاري يعني باش تسهل عليهم، لا مانوفا يعني عمليه اكوستامينتو، اي بي ريبارتيري يعني كتسهل عليهم عمليه ديال يعني ديال الوقوف وباش عاوتاني يمشيو، يعني هاد المسافات الزيكزاك هادي باش تكون عندهم يعني يتوقفوا بسهوله ويخرجوا بسهوله، عندهم يعني المسافه الكافيه. فإذا فيرو. 17. Il dispositivo in figura è un dosso artificiale. Sì, questo è un dosso artificiale. Allora, vero. 18. In una carreggiata a doppio senso di circolazione, doppio senso, no, la striscia di mezzo si discontinua، يعني هذاك الخط الوسطاني إلا كان متقطع discontinua o tratteggiata può essere superata durante un sorpasso. Sì, è vero، يعني إلا كانت عندنا واحد الاستراده كتدي وكتجي وكاين في الوسط ديالها واحد الخط اللي هو متقطع غير متصل، فممكن أنه يتجاوز هذاك الخط بالنسبة يعني بالنسبة للتجاوز. فإذا فيرو. 19. Il veicolo in figura non può superare la striscia continua centrale. طبعا. هذا الفيكولو هذا مادام حتى خط متصل ما يقدرش يتجاوز هذاك الخط المتصل. طبعا. 20. Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia، يعني بالنسبة لهاد العربة اللي غادا في هاد اتجاه السهم، la striscia discontinua in figura si trova، يعني هاد الخط الغير متصل متقطع تلقاو si trova sul tratto in salita di un dosso، يعني كنلقاو ملي كنبغيو طلعة ديال واحد الدوسو. E questo è falso، questo lo troviamo nella discesa non è nella salita. هاد الخط المتقطع تلقاو مي كنهبطو من الدوسو، يعني كتكون رؤية واضحة تلقاو خط يعني ممكن التجاوز. أما في الطلعة يعني في الصاليتا تيكون عندنا خط متصل وليس متقطع، لأن في الطلعة نورمالمنتي ما كنون سيفي دي كلو كي أريفا دافانتي أنوي، يعني ما كنشوفوش هداك اللي جاي قبالتنا. ألورا تشي ليميتاسيوني دي فيستا بير كويلو أبيامو أون لينيا كونتينوا إن أون أي ديسكونتينوا، كويستا ديسكونتينوا لا تروفيامو نيلا ديتشيزا، يعني الخط اللي بالنسبة للطلعة كنلقاوه متصل بالهبطة كنلقاوه متقطع. وهما هنايا قالوا لينا بأن هذا ستريتش ديسكونتينو، هذا الخط المتقطع كنلقاوه في التراتو، يعني يعني المقطع ديال الطلعة ديال الدوسو. كويستو يفهمسو لا ستريتش ديسكونتينو ان فيغورا بو اسير سوستيتويتا كون الكوني كيودي او كاتاديوتري ميسي ا ديستانسا دي 50 متر، قالوا لنا هاد الخطوط اللي كتكون متقطعه بو يصير تويتا، يعني ممكن استبدالها ببعض يعني المسامير كيودي او كاتاديوتري، يعني هادوك اللي كيكونوا مشعين ميسي يعني ا ديستانسا دي 50 سنتيمتر. كويستو اي فالسو. In presenza delle iscrizioni in figura non è consentito il transito di veicoli con massa a pieno carico superiore a 50 quintali.
E questo è falso, la faccia 50, li calcolano la velocità consigliata, يعني السرعة المنصوح بها, وليس يعني هنايا ماشي كتقصدوا بها ان غير مسموح بمرور العربات اللي كيكون الحمولة ديالتها اكثر من 50 كوينتال. كويستو اي فالسو. La striscia bianca laterale discontinua in fiora separa la carreggiata da una piazzola di sosta. Questo è vero. La striscia bianca lì discontinua laterale, يعني هذا الخط المتقطع الجانبي في الشكل هو يفصل الطريق على واحد بياتزولا دي سوستا. إذا بيرو le freccie direzionali in figura indicano ai conducenti le direzioni consentite all'incrocio. يعني هاد الأسهم اللي هاد الأسهم اللي كتوجه يعني ديال الاتجاه اللي عندنا في الشكل هما كي يعني كي كيبينوا كيوضحوا للسائقين الاتجاهات المسموح بها ملي كيقربوا عند التقاطع. فإذا فيرو الكوتشو هو التقاطع. Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, العربة اللي غادا في اتجاه ديال هاد السام, لا ستريتشا كونتينوا سنترالي, هاد الخط متصل وسطي ان فيغورا سي تروفا دي نورما سو سترادي اسينسيوني كو دي تشيركولاسيوني. يعني قالوا لينا بالنسبة لهاد العربة اللي غادا في اتجاه السام, هاد الخط المتصل نورمالمينتي يعني كنلقاو في الخوض, يعني في واحد الطريق اسينسيوني كو, يعني الطريق كتدي بحال الطريق اللي كتكون عندنا في الاوتوستراد, يعني ماشي دو اتجاهين, اتجاه واحد. وهذا فالسو لان ما كتكونش عندنا كونتينوا, فين كتكون عندنا سينسو اونيكو كتكون متقطعة. فاذا فالسو. فينتيسي l'elemento in figura individua un traversamento pedonale. No, questo è un dosso artificiale. Falso. Si è fatto falso. Allora 27. Quando si incontrano strisce in figura dipende sulla pavimentazione, occorre migliorare la velocità. Mica ci vuole niente l'ashkel had bhal hakka, yani khutut bayda w ghadaw kat'arad اللي كتكون مرسومة على الأرضية. فهذا يعني اوتيكو, يعني كيلعبوا على العين, مي كتشوف غادي وكتشوفهم يعني كيعرضوا. فهذا كيقول لك انك خصك تنقص السرعة. فيرو. La segnaletica in figura non consente alle autovetture di circolare all'interno dell'area segnata. هذا خطأ, قالوا لي بأن هاد السينيالاتيكا ما كتسمحش يعني كاع بأن العربات يمرون فوقها, وهذا فالسو الخطأ. Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, يعني بالنسبة للعربة اللي غادا في اتجاه ديال السام, la striscia continua centrale, نفس الأسئلة كتتعاود, يعني هاد الخط المتصل الوسطي in figura si trova ogni volta che si supera un passaggio a livello, كنلقاوه من بعد ما كنتجاوزو الباساجو a livello. وهذا خطأ, هذا قلنا كنلقاوه قبل ما يعني قبل الباساجو a livello, أما ملي كنتجاوزو الباساجو a livello كنلقاو خطوط اللي هي متقطعة. إذا فالسو. 30. Le strisce di guida in figura devono essere lasciate sempre alla destra del veicolo quando si è svolta a destra. قالوا لنا هاد لا ستريتشا دي غويدا هادو, يعني خصهم دائما ديفونو اسير لاشاتي, ان نخليوهم سامبل على ديستا ديال الفيكول. مي كنديو لا زفولتا اديستا, وهذا خطأ. مي كندير لا زفولتا اديستا, مي كندير واحد لا زفولتا اديستا, فالعربة جاية هنايا, فانت كتكون سايق هنايا, لا ديستا ديال العربة هي هادي. فأوريستريتشي عندنا هنا, عندنا الاستريتش كنخليهم في لا نوسترا سينيسترا, نوناي لا نوسترا ديستا. اذا راه فالسو. In presenza delle strisce di guida in figura, il veicolo si deve svoltare a destra, non deve svoltare. Mi vedete, scusa, c'è una l'isola del traffico, ma adnesh, ma mi metto fuori l'isola del traffico, mi accadrò, ci vuole come deve, non è che ci deve, no. E no, accadrò di svoltare a destra, accadrò di uscire dritto, sì, ed è falso.
L'elemento in figura è un orientatore di velocità installato sulla strada. نعرف هاد العلامة هادي أو هاد الإليمنتو اللي في الشكل، فهو كينقص لنا السرعة، كيحطو في الطريق باش نقصو السرعة. فإذا زيرو. La striscia di mezzo in figura non consente il sorpasso in ogni caso. Questo è falso. قالوا لنا بأن هذا الخط المتصل ما كيسمحش قطعا بالتجاوز، وهذا خطأ، لأن إذا كانت عندك واحد الدراجة نارية أو لواحد أو لواحد العربة مم يعني واحد العربة مجرة باليد أو لا شيء ما من هذا القبيل، ممكن تجاوزه إلا كنتي ما غاديش تخرج على هذه لا لينيا هذه. يعني ممكن التجاوز ولكن ما غاديش تخرج على هذه لينيا، يعني ماشي هي لا تسمح قطعا بالتجاوز، هذا خطأ، فقط لا تسمح يعني بالتجاوز وخروج على لا لينيا. اما اذا كنتي غادي التجاوز وانت ما خرجتيش على هذا الخط المتصل، فهاد الحالات يكون مسموح. اذا فالسو. سنحاول نفهم السؤال مزيان ونعرفوا الحالات. كل سينياليتيكا انديكاتا ان فيغورا è consentito al conducente cambiare corsia dove gli strici di corsia sono ancora discontinui o tratteggiati. يعني مع هاد لي فليتش لي فريتش ديال الديريزيوني مسموح نبدلو المسار ملي تيكون عندنا لي ستريتشي متقطعين. فإذا الإجابة تكون فيرو، لأن تيكون عندنا الحق أننا نبدلو المسار ملي كيكون عندنا هادو مازال متقطعين. أما إلا دخلتي لاكورسيا ولا عندك خط متصل قربتي من كوتشو صافي دخلتي فهاد لاكورسيا، فخصك تبقى في هديك لاكورسيا وتكمل المسار ديالها، ما يمكنلكش توقف هنايا ولا تبغي تسول ولا تبدل اتجاه. نو، اذا مشيتي بواحد المسار وما بقاوش بخطوط متقطعه، يعني في ديك الحاله غير كمل في داك المسار. بغيتي تبدل ملي يكون عندك الخطوط باقه متقطعه اللي تكون عندك الحق تبدل. فاذا هذه الاجابه غادي تكون فيرو، لان قال لهم مسموح بالتبدل ملي كتكون الخطوط متقطعه. فاذا فيرو. Trenta cinque, nella carreggiata a doppio senso di circolazione, يعني تكون carreggiata a doppio senso di circolazione, gli strici di mezzo in figura, يعني هاد الخطوط اللي في الوسط, dividono i sensi di marcia. فعلا هاد الخطوط اللي كيكونوا في الوسط الهدف منهم ايضا انهم كيقسموا لينا يعني الاتجاهات ديال لا مارشا. فاذا فيرو. La striscia bianca discontinua in figura può essere sostituita da una serie di chiodi per segnaletica stradale. Nessuno ha da mare lino, ben hat l'hat l'hain muttasin, ممكن يتبدل يعني نديرو مسامير في الوسط. نو، فالسو. نشوفو كيودي، عفو، فالسو. La corsia A, B e C rappresentate in figura sono a doppio senso di circolazione. No, falso. Adesso sono corsie di presilezione e non sono strade a doppio senso. Ed è falso. C'è da un massa di chi c'è di insomma a doppio senso. No, dai, la fa falso. 38. La striscia bianca laterale discontinua in figura, يعني هذا الخط هذا المتقطع الجانبي individuai il bordo della strada principale. يعني individuai وحدد لنا يعني البوردو او هو يعني الحد ديال او الجانب ديال الطريق الرئيسي اللي هذه هي الطريق الرئيسيه وهذه الطريق جانبيه او طريق ثانويه separando da quella della strada secondaria. يعني هذه الخطوط متقطعه كتبين لنا يعني الطريق الرئيسية، الحد ديال الطريق الرئيسية، وكتقسم واحد الطريق الرئيسي على طريق ثانوية. فإذا صحيح فيرو. 39 ريسبيكتو هال فيكولو كي بروتشيدي نين سينسو ديال لا فراتشا. بالنسبة لهاد العربة اللي غادا في هاد الاتجاه، لا ستريتشا ديسكونتينوا، يعني الخط المتقطع اللي في الجانب ديالها ان فيغورا كونسينتي انكي الفيكولو كي فيني دي فونتو دي سوبيراري لا ستريت دي سوبيراري ستريتش. يعني بالنسبة لهاد العربة عندها خط متقطع، وبالنسبة للعربة اللي جاية عندها خط متصل. وقالوا لنا هنا في هذا السؤال بأن حتى العربة اللي جاية في الاتجاه المعاكس تقدر تجاوز الخط نو، لأن هي غيكون عندها خط متصل ما تقدرش تجاوز. هذه سي تقدر تجاوز لأن عندها خط متقطع.
Item. Falso. يعني يبقى لينا رقم 38 ما كنتش كملته ليكم، باش كان سوناريا دو كان طاون خصو تسالا الوقت. وعفوا انا رقم 40 اللي هو قالوا لي ما كناش جاوبت عليه اصلا. اي سيني جالي اي نيري ان فيغورا ديبيندي سول بوردو ديال الماتشابيدي ان كانوا لا سوستا اي كونسينتو نوصلو الي اوتوبوس، يعني عندي كانوا كلاس وستاي كونسنتيتا سولو الاوتوبوس، بان هاد الخطوط هادو اللي كتكون مرسومه انها كتسمح، يعني كيقولوا بان الوقوف مسموح فقط بالنسبه للبوس، وهذا خطا. هنا الوقوف تيكون غير مسموح بالنسبه للجميع. وبهذا يعني كنكونوا سالينا الكويز ديالنا. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا مع هاد الكويز هذا ان شاء الله، يعني وتوضح لكم الامور ديال السينيال اوريزونتالي. في حاله ما كانت عندكم يعني شي حاجه ما فهمتوهاش، راجعوا للفيديو اللي قبل ديال السينيال اوريزونتالي، يعني تفهموا الدرس مزيان، حيت انا كنصحكم انكم اول حاجه تفهموا الدرس مزيان، تبعوا الدرس ديالكم، ومن بعد كنديروا التطبيق، ويعني نشوفوا هذا التطبيق ونخدموا هذه الاسئله مجموعين، ومن بعد بقاو تحاولوا تخدموا ان شاء الله الكويز مزيان مزيان، يعني من خلال كويز عندكم في التليفون كويز اي فاي، ولا من خلال في الكمبيوتر كويز اونلاين، ولا من خلال هاد التطبيق هذا ديال كويز باتينتاتي كونتو اي حتى هو، يعني كديروا كويز تو ارغومينتو اللي بغيتو تخدموا عليه وتخدموا، وان شاء الله ملي كتساليو لي ارغومينتي كاملين كديروا يعني كويز يعني ميستو ديال توتي اي ارغومينتي. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وما تنساوش يعني تدعموا القناه وديروا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو، يعني وتنخاطوا وتنضموا، ودائما تضغطوا على هذا الجرس هذا يعني باش توصلوا بالجديد ان شاء الله ديال القناه. وبالتوفيق الجميل، وتشاركوا القناه مع الاصدقاء يعني حتى تعم الاستفاده ان شاء الله. شكرا للجميع ان شاء الله، وبالتوفيق.